من هذه المنطقة المطلة على بلدة سلوان ستنطلق قريباً أولى محطات القطار الهوائي الذي سيمر من فوق البلدة وصولاً إلى باب المغاربة في البلدة القديمة. قطار هوائي واستيطان على الأرض وأنفاق في باطنها، هكذا تحولت سلوان إلى مختبر ونموذج مصغر للاستيطان الإسرائيلي في القدس الشرقية. سرنا من هنا باتجاه وادي الربابة في سلوان. جزء من هذه الأراضي يقع ضمن الحديقة القومية التي أعلن عنها الاحتلال منذ عام 74، إلا أن سلطة الطبيعة والحدائق وضعت هذه الأراضي في عهدة جمعية إلعاد الاستيطانية دون أي عطاء رسمي تحت غطاء التطوير. هذا الجسر طبعا له عدة سنوات، إحنا كأصحاب أراضي وكأهل بلد قمنا بالاعتراض عليه في المحكمة العليا، وقفنا ما يقارب 4 أو 5 سنوات عطلناه إلا أنهم صدقوا لهم عليه. هذا طبعا الجسر زي ما بتشوفي يعني بيوصل القدس الغربية بالقدس الشرقية، بيهون على المستوطنين العبور من خلال هذا الجسر في الأعياد تاعتهم وفي المناسبات للبلدة القديمة ولا حائط البراق ولا المسجد الأقصى لاقتحاماته. هذا الجسر المعلق افتتح مؤخرا، وعلى الأرض أقيمت مزرعة تحاكي ما كان يزرع قبل 3000 عام وفق الرواية التوراتية. يتصل هذا المشروع بمشروع آخر وهو بركة سلوان. وهذه المنطقة ادعوا أنها كانت هي بركة ما يسمى بمطاهر الهيكل، والآن بدأوا بالحفر على هذه في هذه الأرض، ولكن في النهاية لم يجدوا أي أثر لما زعموا. وطبعا بعد عدم وجودهم أي أثر تتغير الأهداف، وربما يعني لأهداف أخرى أيديولوجية وأيضا سياسية. لم يسمحوا لنا بتصوير الحفريات الجارية هنا منذ مطلع العام، لكنهم لم يجدوا البركة المزعومة. تحت هذه الأرض حفرت شبكة أنفاق تمتد حتى الحائط الغربي للمسجد الأقصى المبارك، ناهيك عما يسمى بمدينة داود الجاثمة على مدخل سلوان. هنا حيث فشلت الجهود باستقطاب المستوطنين، أقام الاحتلال مشاريع تهويدية بغطاء سياحي ليعزل الأقصى وليتيح للزائرين رؤية ما يسمى بالقدس اليهودية دون أن يروا أي فلسطيني. إيمان جبور، قناة الغد، القدس المحتلة.